يب اوه هاي القراصنة يا شباب. راح 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 هذا الصف راح راح. اوكي السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم مصطفى، ورجعت لكم بالحلقه 17 من السيرفر الجديد. طبعا اعذرونا شباب، اليوم انا اللي راح ما نزلت باي فيديو لان كنت جدا مشغول. فحلقه اليوم حلقه خفيفه لطيفه بسيطه لان ما لحقت اسوي اي شيء، ورغم هذا سويت تعديلات على منطقتي بس ما قدرت اسجلها لان سويتها بايام متقطعه، بس شغل والله شغل خرافي وتعبني. وبنهايه الفيديو راح نهجم اني والشباب على سفينه القراصنه. فقبل لا نبلش شباب لا تنسون تطقونا باحلى لايك، تشتركون بالقناه اذا ما مشتركين، ويلا خلنا اشوفكم التغييرات الاسطوريه نبديها منا، لان السيرفر كلش هواي صايره بيه شغلات. اشياء موقف مال انتظار الباص، هنا ننتظر الباص ايش وقت يجي، بس عندنا دراجه ما نحتاج باص. اوكي خلينا نكمل. هذا المصور شايفيه عندنا هنا، هنا محل جديد نطبق هنا بموقف السيارات ولا هي دراجه. اوكي هنا محل بيتر، تاخذ لك سله منه وتدخل تتسوق. هذا ماركت شباب، ما شايل سلاح شباب، ما شايل، يبيع بي بيتر كل شيء، حرفيا كل شيء. هنا نينتندو، نينتندو سويتش، عندنا خضروات، بوتيتا، طماطه، ايش عندنا هنا؟ فراوله، خس، موز، كل شيء موجود. هنا عندنا شاشه، مرتضى موجود، شفتك بالماب، شفتك بالماب يا ورع. هنا نظارات، ملابس، كل شيء، محل كل شيء. هذا قميصي، قميصي لازم اشتري قميص جديد، هذا قديم صار له 7000 سنة لابسه. مشروبات، كيك، ايس كريم، كل شيء موجود. واخر شيء هنا تدفع الحساب، تدفع هنا يم القاصة. المهم هذا محل بيتر شباب. شو انا صاير اركض سريع ليش ما ادري، المهم ما علينا، خلي نروح للمنطقة. صعد الدراجة يا ورع. اوكي اصعد اصعد اصعد، راح تنصدمون شباب، راح تنصدمون. عندنا هنا منا نفتر الفلك النظامي، حلو. هنا هم بنايه جديده، قاعه جديده مال اعراس، صار عرس، راح تلقونه بقنوات الشباب، كركي ويمكن علاوي ويا الزوجه، قاعه الاعراس الجديده، اي واحد يتزوج هنا. هاي كيك شويه متطوره، القديمه كانت بالشارع، تتزوج بالشارع. أعزائي المشاهدين الحضور، خلنا نشوف هسه المنطقة شباب. لاحظ عزيزي المشاهد، شوف تذكرون منطقتي القديمة ها؟ لاحظ من هنا تبدأ منطقتي الجديدة. شوف الأعمدة، شارع تبليط، إنارة موجودة، شوف الشارع. لاحظ تجي تطبق الدراجة هنا، هاي السقيفة سويتها جديدة، ها مكان تطبق بيه سيارة، يعني الجراج، السيارة أو الدراجة أي شيء عندك. هاي هنا، هنا بصفك مال بنزين، على طول تاخذ هاي مال بنزين تفول بيه الدراجة. شكرا سلار، كان بيه 7% أخذته، ثانك يو سلار. وسويت هاي منه الطريق، هاي مال المشي، هذا الطريق يوصلك للبيت. ولاحظ الطاحونة الجديدة، يعني مليت كل ما بروح على الطاحونة أنقهر، طاحونتي عبارة عن عمود كابلستون، كسرتها وسويت واحدة جديدة. شوف هذا الشكل شباب، شوف واو، وشغالة وتعطينا طاقة هاي الطاحونة الأسطورية. وهنا عندنا ويت، خلينا نروح نشوف عن قرب. الطيارة جبتها هنا، حطيت لها 4 فوانيس وقبل ستون، والمزرعة مال لندر بيل خليتها هنا شوية بعيد. المهم هاي الطاحونة شباب تصميم بسيط وكلش عجبني، حطيت ويت هنا وبرل وفوانيس، يعني تصميم شبه عشوائي هذا مال ويد. صارت عندنا هاي الطاحونه الاسطوريه، شوف 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 شوف، عندنا بيها باب منه، هذا باب من الجانب تدخل جوا، فارغه شباب، بس حلوه. احنا ما علينا بالداخل، علينا بالخارج. هسه اذا نحاول بليس ونطير، شوفوا هسه هاي مو الطاحونه، وهذا الداينامو مشكل ببنك مال طاقه اللي هو هذا، وممررة لهذا الريلي وللأعمدة، وهاي الأعمدة تذكرون كانت أعمدة مال كابلستون، صارت لا أعمدة مال المهندسين، مال المهندسين، وينزل وينطي طاقة لهاي الأجهزة اللي عندنا. مفول 4 ستاكات صبار، شوف شوف، وبعد الواير يروح للأعمدة يوزع طاقة بأي مكان تريد. قال له أعمدة شباب توصل منا، فريت مديت الواير وعلى طول للشارع. شوفوا المنطقة شلون صارت،
وبعد اكو تطورات بالمنطقه، ناخذ الدراجه، صاير عندنا فشي متطور. من هنا نروح وين؟ البيت علاوي. المرجاني دخل هسه، نعم مرتضى سوالنا نفق، يعني شوف السيرفر صار بيه انفاق. شوف 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 شوف، واو واو التطور مال السيرفر اللي صاير. شوف 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 شوف، هاي قبل المنطقة علاوي، فهسا احنا سوينا المناطق كلها وحدة متصلة. ها بالصف طبيت لا طب الكيف، هاي سوينا المناطق وحدة متصلة بالثانية، شيء اسطوري شباب. هنشوف منطقة علاوي، ما ادري شايفيها بقناتي، لا خلينا نشوفكم اياها ما دام احنا وصلنا. هي بعيدة شوية علينا، علاوي موجود. اوكي هاي اللي تفتحني، هاي تلقتني. اوكي اوكي تلقوني هذول الشباب. ما اوه درع ملابس، ابو الصوف ابو الصوف ابو الصوف ابو الصوف، الحق نفسك البس دروع، اكل لحم يا معود. رضاوي. حلو 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 حلو. اوكي نام مرتضى، خلي نشوفكم منطقة علا. ابو عليك ريبرات، ما علي اني ما علي. شوف ماي جاد، هنا نتحول بليش ونشوف براحتنا. مسوي هاي المعامل مال تنتج لك شو اسمه خشب مال المهندسين، شوفوا ايضا يعتمد على طاقة الطاحونة. هاي الوايرات تجي هنا وتنطي طاقة، هذني مسوي خزانات يعني مشاريع. اوكي هاي حديقته مزرعته، هذا البالون اللي رحنا كتلنا بيه التنين، خلينا نشوف هسه نكتر ان شاء الله. هلا بيقوم يركض وراي، خلي نشوف شباب خلي نشوف. لحظة شلون يشتغل هذا؟ ما اعرف شلون اشغله الصراحة. ماونت شيب، اوه اشتغل اشتغل شباب، نقدر نطير. اخ اوف اوف اوف. بعد مسوي هاي السفينة، هاي شغالة حسب ما سمعت، انه هي شوف هذا محركها لي ورا، انه هي مو بس منظر تشتغل، بس ما مشكلة هذني ما اعرف اشغل. اوف اوه اوه ماي جاد شباب، اشتغلت اشتغلت السفينة اشتغلت شباب، والله تاسوق هاني. واو واو الابداع 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 شباب. اوكي شوف شوفوا روعة وربي رهيبة، زين شلون دا تمشي؟ اي دونت نو. اوكي خلاص خلاص لازم نطفيها، ما ادري شلون تطفي. خلاص زرع صبار، لا لا علاوي احنا مكاين صبار، واحدة ينحصد هو هم واحدة ينحصد، هاي الآلة تحصد لك الواحد بس بطيئة شوية. ما علينا ناخذ دراجتنا، خلي اوه يكفينا هذا البنزين للبيت، والله شكلنا راح نشيلها. شكلها راح توصلنا بآخر لحظة او تطفى او قريبين على البيت، راح تطفى شباب 70 60. لا 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 يلا وصلنا عادي، حتى اذا طفيت نشيلها. كمون كمون هي شوية بقت على هاي شوية، وصلينا وصلينا. اوكي تذكرون المنطقة القديمة شلون كانت؟ شوفوا المنطقة الجديدة، ترى ترتيبات ترتيبات، لاحظ لاحظ عزيزي المشاهد ترتيبات المنطقة الاسطورية، وبالمستقبل ايضا ان شاء الله راح نعدل عليها اكثر. هسه شباب خلي نجتمع ويا الشباب ونروح لجزيرة القراصنة، نجدد القراصنة قرصان قرصان. يلا ليتس جو، تعالوا صعدوا، اصعد سلار، اصعد 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 اصعد، ما عليك اليوم شباب بع المنظر. سكواد سكواد سكواد، ها مرتضى 150 مرتضى متكي لي ورا. اليوم شباب حنروح سفينة القراصنة والغنائم بالنص، كل واحد إلى 25%، إحنا أربعة 25%، كل واحد 25%. العدالة أهم، بس اللي يموت ما علينا به، نعوفه ونروح. إيه لا حد يقول تعالي إني ما أدري شنو. إيه جنا هناك جلد، لك هاي سيارتك تصعد على أشجار، هاي شكو جبلية برمائية. خلصنا بانجر. أدي أدي جني كان، هاي وين طبيت يا معود؟ هاي قولي. لحظة لحظة شباب، شوف شوف ما تهمها ما تهمها ما تهمها ما تهمها السيارة ما تهمها، روح روح. والله رايدة رايدة والله رايدة عليك بكره. طلع فلوسها طلع فلوسها، راح أموت. شباب ما عليكم، لا حد ينزل لا حد ينزل لا حد ينزل، ارجع مرتضى ثق ثق بالسائق. حمود نازل.
ثقب السائق، ثقب السائق لك، ثقب السائق ما عليك. شباب هاي سيارة معي الله وكيلك. لا هسه شباب نزل، هسه نزلون شيل هالرضاوي يشيل السيارة المفروض تقطع. بس ما عليكم شباب، سيارة مقاومة أصلية هاي شباب، مقاومة. يلا صعدوا هلا برضاوي كرندايزر نزلها. يلا شباب يلا طالع طالع، سمينا القراصنة طالع نفر واحد. يلا يلا وين البلايز؟ البلايز جيب الخنزير هذا ويانا، جيب جيب الخنزير هذا الاسود، شيله شيله ويانا واحد يشيله. صار صار صار. يلا اصعد يلا نوديه في القراصنة. هذا منو شباب؟ هذا منو؟ حمود لعبوا على المنطقة حليوة، سوينا مجال يا الدنة. ما تشوف السيارة الأسطورية، شوف السيارة شوف السيارة. قول يا الله قول يا الله، قول يا اوه خلصنا بنزين. يمي يمي الموضوع يمي، وين وين الفتحة هنا؟ هاي سيارة منو هذا يا محظوظ؟ جانا استقرا مجنة. يلا واحد سيارتي يا عبد الياب، يا اسوق انا اسوق مو حاط واي بوينت. طيب من هذا احمد جيمز؟ تنزل احمد جيمز. وات يلا يلا ساعدتك لكم. شوفوا الغابة السيارة قاعد تكسر. لا قامت ما تمشي، يمكن عطلت عطلت والله. لا لا لحظة لحظة شباب، عطلت شباب عطلت عطلت السيارة. ايوه تكسرت. لا حرام حطيت لها بنزين راح. فلوس السيارة يلا، فلوس السيارة اصلا، فلوس السيارة يلا مصطفى. انا اشتري لك واحدة من المعرض من نرجع. يلا مبدئيا حط حط واي بوينت هنا. لا يا كسر هاي ها صارت ايرون. واحد كسرها شباب. منو كسرها؟ هاي سيارتك. يلا توكل بالله توكل بالله غافي. يلا شباب امشوا امشوا. والله سوري والله امشوا يا معود. بالحديد بالحديد ولا بالبشر امشي. رجعنا لك الحديد. لا 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 بيا ابو الصبح كنت عوضني بسياره ما لي علاقه. انا اشتري لك واحده من المعرض. امشوا 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 شباب انا عوضت. راح يتزوج سيارة مخشوشة. رجع العلاوي. يب وصلنا هاي السفينة. اوكي شباب لا تنزلون علينا، ننزل هنا من الجزيرة ونروح له. خلينا نشوف الوضع شنو بالله. يب 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 يب. اوووه هاي القراصنة شباب. قلت لك تمسح وين وين التمساح؟ لا تمسح مصطفى لا تمسح. وين التمساح؟ اوووه هذا كاتله قبل عندي واحد يقتله. يب يب كاتله موت لك. ابو شباب 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 تعالوا تعالوا اتفقنا نتقسم الغنائم. تعالوا تعالوا مصطفى هاي هاي تقسموها بيناتكم. هاي غنائم سمكه خطيه رجعها للمي. حصلت هاي واو شكرا على اخذها. سمكه ميته رجعها للمي. نايس. واحد يسوي سرير ينام. خلينا نسوي بلامه نروح لهم ولا هم بصافنا. ضو السرير مو يمك؟ بس نسوي جسر. نسوي جسر. نسوي جسر على شنو جسر يا معود؟ قريبين قريبين. تعالوا تعالوا. لا شباب لا لا تعالوا ننام. خلنا ما اول خلنا ننام يا ولدي. تعال شباب هاي شرباي هاي شرباي هاي شرباي جاهز روح. هذا بلم وهذا بلم حتى الصبح خله هجوم. يلا يلا خلنا ما اول شيء. شنو ست بوينت راح نموت مثلا احنا؟ يابا ندام. يلا روح واحد ينام شباب. بعد نام شباب اخي يجي الليل اجل بعد دقيقة. يلا اجل يلا يلا سلام يلا سلام دس علي. يلا شباب شو شو البارحة مرتاحت من نومه. يلا واحد يلا ليتس جو شباب ليتس جو. السلام عليكم. مسالمين لا 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 مو مسالمين. شلون نصعد شباب؟ اكو اكو ما جايبه ما جايبه. اه بديش تكون انا شنو بعض هذول؟ هو بعد عنده سيف دايموند. وات قراصنه هذول راح انزل له بالبحر قتله كمان. كركي صندوق هذا قتله شباب. ذولا شلون شلون راح نصعد السيف؟ راح قتله بالبحر مستوى. ساعدني ساعدني ساعد. هسه صعد بالبلم راح يهرب. هذا انت تشيت بزرق هذا شباب. شباب وينه؟ ابلع اسروني ترى قالوا هذا ابلع. هذا شباب كباب كباب. تعال تعال مصطفى مصطفى تعال. شنو كباب؟ آه لحظة لحظة شباب لحظة اقفوا. وين الباب؟ اوه هذا تشستات. اوه شي هاي ماكو يا ولد خلصناهم. شنو خلصناهم؟ وقف خلنا ناخذ الموارد.
شباب لقيت واحد فوق شباب هذا مسالم شنو ها هي وين منين الصاعده يلا شباب ها شنو شباب المفروض هاي جزيره القراصنه وينهم وين راح شوف شباب خمس قراصنه يعني الا واحد خمس قراصنه كانوا صدق كذب شباب قراصنه منبوذين تعال غنام غنام تعال يلا يلا غنام 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 انا شفت جولد شفت جن باودر اي والله هذا الجولد اي والله جولد هو فاير تشارج جن باودر يفيد يفيد جن باودر اوف بس ماش والله يفيد هذا جولد جولد نبل نسوي الفرام بين فاير تشارج والله والله اسره هواي ها تعالوا تعالوا شوفوا فهمت الفكره مال فاير تشارج تحطها وين بال بالدسبنسر ياب وتدوس بيو شو نسوي شباب اللي بلا سرة ما حصلنا شيء خلنا بلا سرة شو تسوي بلا سرة حصلنا جولد شوية ذهب من القراصنة واو واو خلنا نشوف مكان حرقة حرق حرقوها لا 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 ولا خطية خطية يا اخي ما خطوا بعد ما هو ترى سايق كثير بيهم تسيق خطية والله بس واحد قتلت ما ادري اثنين عليه على الاغلب يعني باع مرتضى باع مرتضى فلشها جمع خشب والله خشب خشب احتراق دنيا على الخشب كثير ما راحت السفينه دنيا احتراق يا شباب احتراق اطفر خشنا سفينه جديده انا جبتها هي عندهم بالباكج صبر صبر يلا خلينا ندور على واحده ثانيه لا ماكو ماكو انا مدور ماكو تعال 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 اوديكم مكان حلو تعال تعال يلا يلا راح ورا مرتضى راح ورا مرتضى ولا انا ما اثق بيه ما ادري وين راح يودينا ايش سويتوا بالسفينه هذا المكان هذا المكان راح تدخلوا له تقول عليه واو تمام ما مكان نقول عليه واو يلا امشي اشوف راح يقول المكان الواو هاي وين جبتها مرتضى شو هاي؟ هذا المفروض تقول واو هسه منا 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 خلينا نطير يا شباب يلا طير يلا قول اول شيء وين هاي شنو هاي؟ اوكي هذا شلون طار؟ احنا فقره عمي الترا يلا وين نروح؟ روح احنا نمشي وراك روح يلا منا شباب اوه مبين مبين قوي المكان مبين المكان قوي ها افق من هذا الجبل ايش هالجبل؟ شهالجبل شكبره شهالجبل العملاق تعال انت مرتضى شودك هنا هاي شنو هاي الاشجار شو هذا النوع الغريب وصلنا وصلنا شباب وصلنا وصلنا يلا 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 قدام انت شو وصلك هنا فهمني نهاية العالم وات العالم تغير له شنو قلت لكم ما اثق بي شباب ماكو شيء طبعا ناصب علي انا تعال ارجعكم على البيت شباب تعال بالسلاح مالتي تعالوا نروح البيت والله لا خليجي خليجي لا معقوله تكنولوجيا هيك تطورت بالسيرفر هاي شنو هاي شنو هذا السلاح الغرفه نومك امي اخ اسال اني اوه طفى بعد سمعت الوقعه يلا على البيت يلا وين حمودي؟ حمودي يلا شباب مع البوابة ترى استعمال مؤقت فحاول تطبون بها على السريع يلا يلا راح راح يلا 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 بيتي بيتي شباب بيتي رسبنت مبروك هاي شباب شباب مقلج هيلب هيلب ايدك ايدك اعطيني ايدك اعطيني ايدك يلا هذا هو شباب هذا تمام اول الغنائم تعالوا شنو الغنائم ام ما عندي غنائم شباب تمام شباب لنا وصلنا نهاية هذا الفيديو منطقتي مرتضى منطقتي منطقتي تمام شباب لنا وصلنا نهاية هذا الفيديو اتمنى عجبكم اذا عجبكم لا تنسوا لايك واشتراك بقناتي وقناة شباب بالديسكريبشن مطار الله هاي من يصير سلاح عد واحد ورا يلا شباب لايك واشتراك قناتي قناة الشباب بالديسكريبشن تابعونا على انستغرام ايضا بالديسكريبشن وان شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاية سلام عليكم ها مرتضى طبعا